रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा। वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे الحكمة
وشددهم بالتي هي أحسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. اللهم صل، اللهم اجعل من بيوتنا جنة بالإيمان وتطبيق تعاليم النبي العدنان وإقامة الصلوات وتلاوة القرآن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. كان معكم زد يدم قسم تحضر الأمان لروضة بلدات السقاهات، شعائر في الحياة أما طفل صغير لا أعرف المستحيل. وشكرا.